كاميرا شايل الدرون، شايل كاميرا سوني الفا 6 ساوند. Is it working now? Yes, yes. Now, just now, it started. It's DJI, yeah. This make film photo. This we installed this camera, normal camera. Normal. And thermal camera. Thermal camera for this. Yes, yes. Like this picture. Yes. And there's some photos for, but not good because it's normal. Yes. Okay. Thank you. Welcome. طب بص معلش، أنا فاهم إن هي هتقطع السيجنال ما بين الأوبريتور وما بين الدرون. خلاص كده هتقطع. هي هتكنترول عليها ازاي بقى؟ يعني الجهاز ده بيكنترول عليها ازاي؟ طبعا هو يرسل التردد، مشابه التردد اللي بيستخدم الترانسميتر. حلو؟ لكن هو يعني هو بيديتكت التردد اللي الطياره شغاله بيه. اي بالضبط. رد اقوى فولت عليه يعني، فيقطع عليه التردد ويظل يعني خلاص هو الان حل محله يعني. انت ماسكها الان في الهواء. هو في برمجته الداخليه انه يرسل رساله يعني برضو للترانسميتر انه انا راح تنزل احد. هو مستمر بضغط على الزناد عليها، وارجع عليها ومستمر يعني، مو بس قطع وخلاص، لا مستمر. طيب بعدين ينزلها راح تنزل معاك. كأنه بيتراك معاه. اي بالضبط. العمود بعدين انت تكون عندك ورقه مثلا تشوف الوضع. لا هو مش تراك، هو حينزلها. حيقطع الاشاره على الكنترولر وحينزلها. هو طبعا الاستخدام ده يعني اكثر للمطارات والاماكن اللي هي ممنوعه الدرون تطير فيها، صح كده؟ اكيد يعني المناطق الامنيه والحيويه يعني. لان ممكن هذا ما يشغل، ما يمسك مع الاشاره بعض الدرون. بعض الهاويين يصنع درون لنفسه. كمان الديزاين بتاعه معمول اكنه بل يعني، اكنه هو استخدم سدان شيء لو كده بحط فيه. شو الوزن؟ ده جن لو الطياره طايره في الهواء وطارت في مكان مش مسموح فيه الطيران، بيسموها الريد زون. ده يقدر ينزل الدرون على الارض ويقطع التحكم ما بينها وما بين الاوبريتور اللي بيطيرها. تكنولوجي رهيبه. كان في الاول الحل كان يبعتوا درون بترمي شبكه على الدرون الثانيه عشان تطلع، فاخترعوا بقى الجهاز اللي يطلع ويفز يتحكم في الدرون.